يعني كنت متخوفة إنه أنا ما أقدر إنه أدبر هذا الشيء، لأن الإمكانية أولاً ما تشجع، يعني ما أقدر إنه أطبخ هواية، وعملي بس أنا وحدي بالبيت. بالتدريب علمونا يعني جزء جزء شلون نبدي نفتح وشلون نبدي يعني نكون نفسنا ونكبر نفسنا، يعني شلون سلالم واحد يصعد. فتحت مشروع صغير هو بالجيران والأقارب، وبعدين وسعته للمحل. ولحد الآن أنا ما عارفين المدربين، يعني ضالين داعميني وضالين على اتصال بي إنه شنو اللي معتازته أو شنو اللي تحتاجي إحنا موجودين. على التواصل الاجتماعي والفيسبوك إنه أنشر أكلي ويطلبون من عندي المقادير أعطيهم إياه بالتفصيل، وسووا ناس هواي ونجح عندهم. ماكو شيء مستحيل، أبد لا يخافون، لأنه نجاح تام بالتدريب، يعني يكتسبون مهارات وشغلات وأفكار أكثر اللي ما كانوا هم يفكرون بها وحاسبين لها.